فانتسي الدوري المصري عادت من جديد. متابع جيد للدوري المصري؟ بتحب الكورة والمنافسة؟ يبقى قدامك فرصة تثبت فيها رؤيتك الكروية وتورينا مواهبك في فانتسي الدوري المصري. معاك ميزانية مكونة من 100 مليون جنيه تقدر تشتري بيهم 15 لاعب، 2 حراس مرمى، 5 مدافعين، 5 لاعبين وسط و3 مهاجمين. كل اللي عليك تتقمص شخصية المدرب وتختار التشكيلة المكونة من 11 لاعب اللي هتتوقع لهم التألق والحصول على النقاط. طيب النقاط دي بتتحسب على أساس إيه؟ عدد دقايق اللعب، الأهداف، صناعة الأهداف، الحفاظ على الشباك النظيفة، والبونص اللي بيتم منحه للاعب اللي بيتألق في المباراة. كمان قدامك فرصة إنك تزود النقاط عن طريق الكابتن، ودي بتضرب لك نقاط اللاعب في 2، والتريبل كابتن، ودي بتضرب لك نقاط اللاعب في 3، والانتقالات المجانية اللي بتسمح لك تغير عدد من اللاعبين من غير ما يتخصم لك أي نقاط. نقاط الدكة، والخاصية دي بتسمح لك باحتساب النقاط للاعبين اللي في دكة البدلاء. تقدر تنشئ مجموعة خاصة أو عامة وتضيف فيها كل أصحابك وتتنافسوا على صدارة المجموعة. وكمان قدامك فرصة تكسب جوائز كتير، سواء عن طريق الفوز بالتحديات أو إنك تتصدر الترتيب العام للعبة. سجل فريقك وجهزه قبل انطلاق الدوري عشان ما يفوتكش أي جولة، وتحصد أكبر عدد من النقاط وتكسب الجوائز. فانتسي في الجول، بطولتك انت.